انا لما رحت عند رأى قلت لها ها كل شيء عندك بخير كل شيء تمام لا يكون خفتي وزي كذا، قالت واحد منهم جاني الأربعة، انا لاني انا كنت مركز مع اثنين منهم، فالاثنين البقية ما كنت مركز معهم. حلو، واحد منهم من الأربعة راح عند اختي رأى، عرف انها اختي، فراح لها وانا كنت مركز مع الاثنين اللي منهم، راح قال لها ترى اخوك شجاع، يقول لها your brother is brave, your brother is really brave, he's a good man، انه يعني رجال كفو كويس وانه شجاع. قلت اوكي، قال لي هو الكلام هذا ما يهمني، لا كل مسك ولا سوى شيء يعني، لا كل مسك او اذاك او حاول يسوي شيء. قالت لا 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 ما صار شيء. انا قلت يا رب لك الحمد عدت على خير. بعدين قلت ما عدني راجع المكان هذاك من غير أخوياي وبالذات ما عدني راجع المكان هذاك وقت الويكند في الليل.